واثناء ما انت بتعمل لايك على الفيديو كده، هاخدك من ايدك ونروح حلبة مصارعة ونشوف هناك كاس ووكر المقاتل المثالي، ضخم قد الجبل وخفيف زي الريشة، ورد فعله اسرع من اي حد. وبعد ما بيخلص الماتش بتاعه وهو خارج بيقابل صاحبه جيمس وبيسأله عن احواله وبيطمن عليه، وبعدها بيتفقوا يتقابلوا بعد الماتش عشان ياخدوا راحتهم اكتر. وبعدها بيتقابلوا في الديسكو وبيشوف هناك ميكا وبتعرفه بنفسها وهي مدير التسويق في شركة بي اف سي للكيك بوكسينج، بس هي بتكون خفيفة وبتطير على طول. وهنا جيمس بيقول لكيس ان هو وقع عقد مع شركة بي اف سي ومعهم كمان هيقدر يعمل اضافه حلوه وخطوه لقدام. فكيس قال له قصدك نكسه يا اخويا وخطوه لورا. جيمس رد عليه وقال له يا عم فلوسهم حلوه الصراحه، 2 مليون في الماتش، عايز ايه اكتر من كده؟ بس هنا كيس كان قلقان من نشاط الشركه دي وزاد قلقه اكتر لما عرف ان جيمس هيقابل سيزر براجا كمان 6 اسابيع في تايلاند، وقال له انت هتصارع المجنون ده ازاي؟ 2 مليون دول مش هيكفوا يصلحوا جسمك اللي هيدغدغ ساعتها. وبعدها جيمس بيروح يكمل سهرته مع الستات وميكا بترجع تكمل كلامها مع كيس، بس هو بيقول لها ما تاخدنيش في جو الديسكوهات ده والمسخره ده مش بتاعي، قابل في وقت تاني احسن. وكيس وهو خارج بيقابل ناس عايزه تبتز جيمس ففتحوا الكاميرا وصوروه مع واحده مش تمام كده، بس هو راح وعمل معاهم الواجب وخده هو وراح على الفندق. والصبح جيمس بيطلب من كيس يروح معاه تايلاند علشان يساعده ان هو يتدرب ويستعد للماتش ده. فكيس بيقول له انا من ساعه ما امي وابويا ماتوا وانا حياتي بايظه خالص. وبعدها جيمس بيعرض عليه ان هو يسيبه من الفقر اللي هو فيه ده ويجرب حظه في تايلاند، يمكن العين تيجي عليه. والصبح جيمس بيودع مراته وعياله وبيسافر هو وكيس لتايلاند. في المؤتمر بتاع الماتش فيجا بيعلن عن المواجهه المرتقبه بين بطل العالم 3 مرات واللي هو جيمس وضد التنين ده واللي هو اسمه سيزر. وبيجي وقت الاسئله والصحفي بيسال فيجا عن طبيعه عمل الشركه وازاي مش بتعمل اي اختبارات للمنشطات، فبيقول له انا هنتهز الفرصه دي واقول لكل منظمي البطولات هو ده اللي الجمهور عايزه، بلاش بقى نخنق الرياضه وخلي الناس تنبسط. بعدين الصحفي بيقول له حتى لو كان ده على حساب سلامه المصارعين، بص له كده وقال له هو ده منظر الناس تخاف عليها برضه. وهنا الصحفي بدا يسال سيزر عن التهمه الموجهه ليه في قضيه اعتدائه على مراته، فسيزر قال له سمعني كده انت قلت ايه؟ قام الصحفي عاد السؤال تاني، ساعتها قلب الترابيزه كلها وكان هيدمر المكان باللي فيه، بس الدنيا عدت على خير. وبنشوف بعدها كيس بيروح لصاله التدريب الصبح والمدرب هناك بيقول له مين الامور، فكيس بيقول له انا اللي هدرب جيمس، بيبدا يجهز مكان تدريبه. وبيجي واحد اسمه كوبرا يغلس عليه شويه بس كيس بيتجاهله، وهنا جيمس بيوصل وبيمس عليه. بعدها كوبرا بيطلب ماتش مع كيس فبيوافق، والكل بيترقب الماتش وكمان ميكا قاعده معاه، وجيمس كده بيلطف الدنيا معاها بس هي مش بتعبره. وبيبدا الماتش بين الاثنين وكوبرا بيدخل بالدفاع وبيحاول يضرب كيس، بس هو خفيف وبيراوغه وبيتفادى الضربات. وبعدها هو بياخده وبيقوم بالواجب معاه على اكمل وجه، وميكا هنا بتقول ان اللي حصل ده غلط وفيجا لو عرف مش هيعجبه الكلام ده خالص. اليوم اللي بعده جيمس بيوصل للتدريب متاخر وكيس بيتضايق جدا، بس المدرب بيقول له عادي عادي ولا يهمك، كلها يومين وهنظبط الفورمه تمام، بس الاخ اللي معاك ده عامل قلق كده في المعسكر. فجيمس بيقول له وفر الكلام ده لوقت تاني احسن. وساعتها فيج بيوصل المعسكر بيقول وروني مين اللي ضرب المصارع بتاعي كوبرا كده، وطلع ان كوبرا عنده ارتجاع وثلاث دروع مكسورين. اول ما بيعرف ان كيس هو اللي عمل كل ده بيتفاجئ جدا وبيقول له احنا ما اتقابلناش بقالنا سنين، عايزين نشتغل مع بعض تاني بقى. بس كيس بيسقع له خالص وبيمشي، بس جيمس هيسيبه راح وراه وبدا يقنعه. وفي مصارع اسمه تاج طلب من فيجا يدخل بدل كيس، فكيس قال له تعالى ماتش مش مشكله، بس هنا اتعمد ان هو ما يضربش جامد قوي زي المره اللي فاتت عشان فيجا ده يشيل دماغه منه ويريحها. وكيس بيقول لجيمس انا مش هشتغل مع الراجل ده تاني، فريح دماغك. وتاج وواحد تاني بيطلبوا من كيس يعلمهم، فهو بيوافق فعلا. والصبح بيجي الصحفيين للمعسكر وبيسالوا جيمس عن المواجهه مع سيزر، فجيمس بيتكلم بثقه زياده وبيقول كلمتين ما لهمش اي لازمه. والصحفيين بيشوفوا كيس وبيقولوا ايه ده، هو ده معقول؟ هو طلع من السجن امتى اصلا؟ وبعد ما التدريب بيخلص ميكا بتستنى كيس وبيسالها نظامك ايه مع فيجا، فبتقول له ما تشغلش بالك علاقتي بيه شغل وبس، وبتقول لكيس يقابلها في مطعم كده في المدينه. وتاج وصاحبه بيظبطوا له لبس وبيخلوه على الموضه، وبيروح يجيب ورد معاه وبيقابلها، بيشوف منتهى الصغيره كمان هناك وبيشوفهم المدرب بتاع المعسكر. وبالصدفه كمان جيمس بيكون موجود هناك وفيجا بيجي عشان يقابله، وبيقول له انا سمعت انك مش بتتدرب كويس وانت ماضيك يا عم في اليو اف سي زي الزفت، وانا بحاول ارجعك للنجوميه وانت قاعد بترمي نكت. وبنروح لميكا اللي بتحكي الكيس تجربه جوازها وان جوزها طلع حرامي ومات وهو بيسرق، وبعدها بتساله عن فترته في السجن، فهو بيزعل جدا من السيره دي، بس هي بتهدي الدنيا وبتعتذر له، تقول له طب برضه معلش انا لازم اسال على اي شخص هيخش حياتي وحياه بنت، فهو ما بيعجبوش الكلام ده خالص وبيقوم يمشي. وبنرجع تاني لفيجا واللي بيكمل كلامه وبيقول له انت خدت منشطات ولا لسه؟ فبيقول له لا لسه ما خدتش، فبيتعصب وبيقول له ده الكارت بتاع الدكتور، هتروح له وهديك شويه ادويه بس بعون الله على ميعاد الماتش تبقى ولا الشحات مبروك. بعد كده بنشوف سيزر بيمشي من المكان، وهنا المدرب بيبدا يحكي لجيمس ان كيس وميكا قضوا يوم حلو قوي النهارده، فالكلام ده مش بيعجبه نهائي. ولما بيوصل كيس للمعسكر جيمس بيطلب يقتلوا بعض، وبيطلع كيس للحلبه بهدوء بس جيمس بيضربه على طول، والاتنين حافظين بعض كويس فمفيش ضرب بيصيب الا قليل. وبعدها كيس بيقول لجيمس مالك بس هو في ايه؟ فجيمس بيوقعه على الارض وبيكمل ضربه بغباوه فيه في بطنه. بعد كده بنشوف كيس بيقلب جيمس وبيلوي دراعه
بس جيمس بيقلبه تاني وبيخنقه، وهنا خلاص كيس بيتعصب وبيجيب اخره وبيبدأ يهينه ضرب. وفي الوقت ده المدرب بيتدخل وبينهي الموضوع، وكيس بيعتذر لجيمس وجيمس بياخد بعضه وبيمشي. طبعا اول ما فيجا بيعرف الكلام ده بيتجنن من اللي حصل، وبيقول للمساعد بتاعه يروح بسرعه دور على اي حاجه تخص كيس واي قضيه قديمه حصلت له قبل كده. وبعد كده بنشوف كيس وهو بيجيب لنفسه اكل وبياخد شويه منشطات، وبعدها بيقابل تاج واللي معاه وبيدربهم، وهناك بيشوف ميكا وبتعتذر له عن اللي حصل المره اللي فاتت وبتقول له كلمتين حلوين وبتمشي. وبيرجع كيس المعسكر وبياخد جيمس ياكلوا مع بعض، بس جيمس بيبقى خايف من الماتش وبيفضفض معاه عن قلقه وان هو خايف لان هو ما عندوش تامين. فكيس بيقول له انت بس محتاج تشد اكتر من كده، ولازم توريني وتثبت لنفسك انك عايز تفوز فعلا. وجيمس بيعتذر له عن اللي حصل من يومين وبيقول له اصل انا اول ما سمعت اللي بينك وبين ميكا انا عقلي طار. فكيس بيقول له لا يا عم ولا يهمك، من معلوماتك يعني مفيش حاجه بيني وبينها اصلا. وبعدين بيروحوا المعسكر وجيمس بيصالح كيس والمدرب وبيتفقوا على التعاون عشان يساعدوا جيمس يكسب بعدها. ومن الوقت ده جيمس بدا يتدرب بجد فعلا، وكمان بيتابع سيزر وبيدرس اسلوبه. وكيس بيقول له ان سيزر مندفع ولازم جيمس يستغل اندفاعه ده لصالحه، وجيمس بيمضي على التامين بتاعه في حاله لو حصل اي حاجه. وكيس وميكا بيتفقوا على ميعاد تاني. وبعد كده بنشوفهم في المقابله بتاعتهم دي وهم قاعدين في مكان هادي والكلام بيجيب بعض، وهي بتساله انت بقى مرتبط ولا سنجل، فبيقول لها سنجل. بعد كده الدنيا بتمشي وبيوصلها للبيت بتاعها، وبعدين بيرجع هو البيت بتاعه. وساعات لما بيوصل المساعد بتاع فيجا بيقول لكيس ان فيجا مبسوط بيه قوي وبعت له الورق ده كمان. فبيبص كده بيلاقي عقد عمل في الشركه، بس هو بيرفض المبلغ وبيطلب $1,000,000. بيبعت الورق ده مع واحد من المتربين بتوعه. ففيجا ساعتها بيخرج عن شعوره، بيقول المساعد بتاعه يدور كويس عشان اكيد هيلاقي حاجه تدين كيس. والصبح بينتشر فيديو الكيس من 5 سنين لما كان البوليس بيقبض عليه، بس هو ضرب الضابط، والفيديو ده كان مخفي بس دلوقتي بقى في كل حته. وفيجا بيلاقي التفاعل قبل المباراه قل بكتير عن المتوقع، فبيقول ان الناس اكيد مش عايزه تشوف جيمس، لكن اذا جاب كيس الوضع هيختلف كتير قوي. والصبح كيس بيلاقي صحفيين على باب اوضته وبيسالوه عن الفيديو بتاعه اللي انتشر، فكيس بيطلب منهم يمشي. وساعتها بتوصل ميكا وتمشي الصحفيين وبتاخد كيس على شقه جديده، بتقول له ده شكر من فيجا على الجهد بتاعك مع جيمس، معاك كمان حراسه امن 24 ساعه. فبيقول لها انا عارف مفيش حاجه ببلاش، ان اكيد فيجا عايز مني مصلحه. والصبح كيس بيروح المعسكر وبيلاقي مدرب فيجا هو اللي بعت. فكيس بيستغرب جدا وبيسال عن اللي بيحصل. وساعتها جيمس رجله بتتلوى، والتشخيص بيقول ان هو عايز من 8 ل 12 اسبوع عشان يتعافى ويرجع يتدرب تاني، ده معناه طبعا ان هو بكده هيفوت الماتش. فجيمس بيبقى حزين جدا لان هو عارف ان التامين كده هيرفض عالجه بسبب تعطيل منشطات كل الفتره دي. بس هنا كيس بيفاجئه بيقول له ان اللي كان بياخده ده هو اصلا كان في شينج، وده يا باشا شويه اسبرين وحاجات كده وخلاص، وان الفورمه اللي هو عاملها دي سليمه وصح الصح، وان التامين بكده هيوافق على كل حاجه وكله في التمام ما يقلقش. وبعدها فيجا بيزور كيس في شقته الجديده، بيلاقيه بيلم هدومه، بيقول له صحيح مهمه جيمس انتهت هنا، بس الماتش هيتلعب. فكيس بيقول له ومين هيلعب ان شاء الله؟ قال له انت اللي هتلعب، وده شيك بالمليون جنيه اللي انت طلبته، نص قبل الماتش والنص بعد ما بيخلص. وهنا كيس بيوافق على العرض، والتلفزيون بيتقلب بالخبر ده، وبيروح كيس المعسكر والناس كلها بتحييه، وجيمس كمان بيبقى هناك، وبيبداوا يدربوا كيس على المواجهه. وتاج بيزعل من كيس عشان هو غير كلامه ومبادئه مقابل $1,000,000. وبعدها كيس بيشك ان فيجا تعمد ان هو يبعت المدرب الجديد ده عشان يكسر جيمس ويضيع عليه الماتش، فبيدخل يقلب في موبايله وبيلاقي كلامه صح، فبيفضحه في المعسكر كله، وبيفكروا في طريقه يأذوا بيها فيجا، فبيقرروا ان كيس يلعب الماتش وبتدرب للمره الاخيره قبل المواجهه. وبنوصل ليوم الماتش، وفيجا لما بيوصل ساعتها ميكا بتستقيل وبتسيبه وتمشي. وكيس قبل الماتش بيروح لسيزر وبيقول له اذا كنت جامد قوي يعني ليه احتجت بوكسين عشان تفنش على مرات؟ ساعتها طبعا بيبقى بيشيط من الغضب وبيبقى مش شايف قدامه، وبيتخانقوا خناقه عنب، وسيزر بيبدا ضرب فيه وكمان ضرب كده مش جدعانه وبيديله تحت الحزام، وبوكس من هنا على بوكس من هنا، كيس بيقع بس بعدها بيفوق وبيقلع الجوانتي وبيدي لسيزر بوكس في ضلوعه، بيطير العصافير في قفص الصدر، وبعدها كمان بيشيله وبيرميه على الارض. ما تسالنيش ازاي. وسيزر ساعتها بيقول لكيس انت بوظت الماتش وانا مش هسيبك وهسجنك. فكيس بيقول له ايه رايك بقى ان انا اللي هسجنك بعد ما قدمت دليل انك اتعمدت تاذي جيمس، وشوف بقى هتدفع قد ايه الاهل وتعويض. وهنا مساعد فيجا بيوصل وبيقول له ان هم لازم يرجعوا كل الفلوس اللي اخدوها علشان حجزوا الحلبه والتلفزيون وكده الماتش باظ. بس المهم في الليله دي كلها ان فيجا كده بقى موقفه زباله قدام العالم كله. وكيس بيمشي مع ميكا وبيقابل تاج واصحابه وبيحيوه باحترام، وبكده يكون كيس والمدرب فخورين جدا بيه. وكمان بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت تعملوا شير ورايك للحلقه عشان ده بيساعد جدا، وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين لحد دلوقتي. لو حابين تنضموا لفريق العمل معانا ممكن تتواصلوا معانا من خلال الجيميل اللي في الديسكربشن او صندوق الوصف تحت. وكتابه حلقه النهارده كان من كتابه عبد الرحمن عيد، كان معاكم عبد الرحمن فشاوي، وسلام.